او جاء بعث له. ابراهيم كيف الطفله كنت تقول لها ستري روحك كي بغينا نحاوزوها، قلت لها روحي نلعبوا جوله، وقعدت تلعب معاها ما تحشمش. انت في بالي ما تحشمش صديقنا ادخلي في اللعب حسنا. اي كي تقول لها ستري روحك، ومن بعد قعدت تلعب معاها في جوال. لا تجيب لي بهدايل ابراهيم، لا تجيب لي في بهدايل وتجيب لي في الهدره. كيف انايا قلت لها باللي قلت لها ديري لاكام، انت قلت لها خلي لاكام ما ديريش لاكام. شدوا يا جماعه عندي كمان شدوا. بصح انا قعدت معاها مشيت فيها من الروح وخلوها. انا بديتها حمزه. بصح مشيت فيها من الروح وخلوها، انا قعدت تلعب معاها. انت بديتها الاول. انت كنت غير مني. انا سلسني انا طلعت على الله لعبت جولته تكملت الجوله. انا شدتها اول. لا لا شاح لا هبطنا، وانت قعدت معاها لعبت معاها زوج جولات ولا ثلاثه. ما تجيش ابراهيم تجيب لنا البهدايل. سمحنا شي. حسنا. ايوه يا صديقي يا زميلي زكروه، هذه اختنا من سوريا تتكلم السوري، اذا تتكلم السوري تكلم معها. خيان الناس. لا تكلم معها باللبنانيه ابراهيم كيما تعتركها. كيفك ابراهيم؟ ابراهيم قول لها الله يسلمك. الله يسلمك. هو يتكلم كمان يتكلم. ابراهيم رانا بدرين اسمه وتنا، ابراهيم رانا بدرين اسمه وتنا. اليكس اليكس. هذا إيه؟ اسمه هذا اسمه زميلنا اسمه ابو مرمز. شو يعني؟ ابو مرمز. جبت العيد شو والله يعني؟ والله ما جبنا العيد والله ابراهيم بدنا سماوتنا. هو ابو مرمز يعني صديقنا وحبيبنا. تكلمي معه. على صالي ابو مرمز منور. والله كان جبت العيد. والله جبت العيد والله ابو تيشا. مرمز أكلة شعبية. أوكي. وحمزة ما اسمه حمزة؟ أبو تيشا. أبو شو؟ أبو تيشا حريرة حريرة تيشا. بيرة. لا أرجيلة 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 أرجيلة. أرجيلة أي أرجيلة. أوكي. إيه. تكلم معه إبراهيم بال. وهذا كلامنا أبو زعطة. وأنا أبو شو؟ أبو عنتر. أنت أبو عنتر ما شاء الله ما شاء الله على عنتر. استلمنا. أنت تضربي بالسيف. لا أنت تحبين هي كبسو خوتي الله يبارك اللون الأسود. كبسو كبسو. هذا أعطيك كبسو كبسو الله يبارك عليك كبسو. أو باتمان. راكم راكدين بن عمي كبسو شوية. خلي إبراهيم يحل عليهم. كبسو 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 كبسو. أنت ميت حط ميت لإبراهيم. كبسو. إيش قلت؟ كبسو. زورو زورو. اللون الأكحل. باتمان. شو يعني كبسو 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 ما تفضحوني. لا لا ماشي واحد ما تعرفه الله يفرح عليك قدام ابن عمي ذكروا ذكروا كبسو شويه كبسو ابراهيم ابراهيم صلي على محمد دقيقه دقيقه ابراهيم تسمعني يا صديقي زميلي ابراهيم قابل يا صديقي هي تتكلم باللبنانيه ولا بالسوريه انت تعرف تهضر معها ما هضر خاطرش حنا قلنا بلي انت حاجه كبيره قلنا صديقنا يتكلم بالتركيه يتكلم بالسوريه يتكلم كل لغات ما تحشمنيش حبيبي يا مالك ابراهيم بين الحمزه بلي تفري زعيم وفري ارتيست اسالها ابراهيم اسالها بالميكرو مخلوعة على بلقتك عنده المقامة سوف يسألك سوف يعطيك أسئلة السلام عليكم عليكم السلام هلا أخي أختي أختنا العزيزة تقدير وشان عنا أختنا من لبنان مرحبا بك عنا مع الصحفي إبراهيم زكروط العالمية وشرفتينا بحضورك وشرفتينا بالتقنيات تاعك وشرفتينا بالامكانيات تاعك لهذا الحضور التشريف الخاص لاختنا والناس لبنان مرحبا بك اختي اختنا شد تقولي لنا على حمزه سي دمو ماذا تريدي لهذا الكلام الطيب ها يا ابو مرمز يا ابو مرمز وضح لها السؤال لا لا اخر كم كلمه شو ماذا تقولين على الطيب كلام الطيب على حمزه سيدمو شو تقولين عليه ليش بالذات حمزه
ويتكلم على حمزة طرح أبو حمزة عليهم ويعيطوا لي أبو حمزة ثم في مصر. أوكي. يعني هذا سيد موسى وخمسة ناس صايبين على عين وراس بتنحطوا يعني. بارك الله فيك. قولها إجابة صحيحة. إجابة صحيحة أختي، ربي يحفظك. عاود له السؤال الزاوي صاحبي. إيه جيب لي ألفين بدي أحكم كل. إبراهيم بدي أحكمك. لحظة لحظة خلي يكمل يروح. قوم رقص شرقي. كبسوا 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 كبسوا. إبراهيم كمل الصحافة كمل لها. دعيه دعيه يطرح لك أسئلة يا أختي. كمان؟ أيوة. تفضل زميلي. تفضل اسأل أسئلة. ماذا قالوا لك؟ روح بيها إبراهيم. ماذا قالوا لك؟ تفضل زميلي سميني أبو مرمز تفضل. تفضل يلا. قلت لك سمع سمو الساعة قلت لك سمو أبو طسطس وأنت ما بغيتش. إيش تحب تسكت؟ بساتك بساتك بساتك. في أبو مرمز. إبراهيم راك هنا. إبراهيم. أنا هنا أنا هنا بلين قهوة. كمل أسئلة إبراهيم ويتقارع لك يتسمع لك فيك. أش شاب نقولها أنا يا ما عندي شاب نقولها. تنشأتوا؟ لا شاب نقولها سيئة. صحتي لك وشباب ضربة صاحبي الله يبارك. أبص يشرب الماء لا يطيح صح هذه الماء وين يروح قاعس. دير بحيرة تاع بطاطا لداخل الكرشول. يا أخوتي قاعد نشرب وزيت. أنا عندي ما شربتش الماء وعندي بالك بعد ثلاث أشهر. بها قاعد صحيح. أنا شربت الماء وبلين شرب الجي. لا الماء خير. ويشرب تريد بولالك. أنت شا تشرب حمزة؟ شرب لك دمك شرب يعني. شرب 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 حمزة. بين ندير واحدة تشينشين. جبت واحدة جيم كينو مازال نديرها في الماء وخلطه. إبراهيم. واه. هذه أختي الصغيرة نعرفك بها هذه أختي الصغيرة ما شاء الله. واه. هاي تسمى راهي ديرتك عنده لانيفرسير إليكس تقدري تجي عنده لانيفرسير نهار الخميس؟ ها؟ عنده عيد ميلاده نهار الخميس إبراهيم. والله عندي شغل إبراهيم بعتذر منك سوري والله عن جد عندي شغل. صحيح ليه ما متابعين بعضنا احنا؟ إيه قالت لك شكون هما قال لي راهم جايين عندك عند بومبو. بزاف بزاف. قولهم لها كاع. بزاف يعني بزاف؟ باش تعرفهم. شكون اللي راهم جايين من مصر وسوريا وكاع كاين؟ من سوريا ما راح تحسن تجلون بالسهولة بس من مصر يمكن. ايه في في شو ممثلة هو جاية عنده اسمها إليسا رومي. اسمها شو إليسا؟ إليسا ومجدة رومي. مينا إليسا المطربة. نعم إبراهيم تحلاخش يقولها هو. كفو. إيه مطربة. نعم إبراهيم تحلاخش يقولها هو. إليسا 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 مجدة رومي أنا درت لهم ديديكاس. نعم. كفو. هذا أخونا ممثل وفنان ومشهور عبر العالم كله. قولها بلي كاتب عمومي فان. ولا لك ولا لك ولا لك لا داعي. بغيت تقلب أصحابها هي دارت لها قلب. والله عدد فنانين بزاف جايب عدد فنانين قدماء أم كلثوم ناعمة العمية باش تغني له مثلا على ديداني باش ما يحش روحو كبر. شنو هذه إبراهيم؟ في اللي تدير منه البيطان. والله إبراهيم السعني دافع لي قلت له فنان كبير وانت وقلع عجباتك إبراهيم وقلع عجباتك. السعمة شو واحد يرسل لي حمزة؟ شو يرسل لك؟ يرسل لي ولد النمر. قسم بالله العظيم. هاي أبو يوري حوش عليك دروك.
والله الا تسلي ولد النمر يا انت كنت قاعد معايا كنا طالعين مع بلينك الساعه مين كانت طالعه عليك الطفله واه 5K كيما بعثت لك ساكا ارسلها من تحت انا لا يتكلم احد اعطاه هديه يعني كبيره يعني تمام حمزه اللغه العربيه على بالي والله ما تسمع بها بس بقى نعرفوا نعطيك ما ابراهيم ولا ابدال طالب حمزه من اليمن انا؟ ايه لا من اليسار يا الله ما أنت من اليمن تمام من اليسار اللي تحسني الله يا رب مسكين جات الرحمه انا من الجزائر ومقيم بمرسيليا بفرنسا وابراهيم هذا من كوت ديفوار من وين من قول انت مين ابراهيم عرفها بنفسك شت الساعه عرفتها وهي ما عرفتكش تكلم بما اطرح لي اسئله على صديقي زميلي ابراهيم بفضلك اطرح لي اسئله الله يرحمه هذا زميلنا راح احرجه تمام اسمعيني يا اختي هذا صديقنا واخونا ذو الاحتياجات الخاصه ما بيزعلني يزعل شو ما سالت لا ما يزعلش تكلمي معي نورمال ايه قولي لي انت تعجبني كحكونت على لا 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 تعجبني في 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 الكلام طيب كما كان يقول لك ولا الحكومه بالله كم عمره انت ما راح اسالك كم عمره ايش قد طولك كم مرة حبيتي ليلى؟ ذلك أحمد إبراهيم بدي أسألك أسئلة موري روح أنا خير قدك خلابي اللي شدت إبراهيم بدي أسألك أسئلة محرجة تيو يخش برا في الونيول ثواني إبراهيم ليك أنا مجهزت لك الأسئلة ديروا أسئلة خليها بيت حل حمزة هذا شو إبراهيم يلا ديروا أسئلة يلا إبراهيم دير شو ستالس بتاعك ديروا أسئلة أنت من يا إبراهيم شبان ديرو ديرو أسئلة دير ستالاسيو داك غبنو لحظة تمها لحظة هو يجهز في الأمتعة راني جاي أنا بواحد يدعمني ما يدعموني مع مرة وأنا كمان بدي من عند حمزة يجي حدا يدعمني أدعمك أليكس أنا أدعمك لا بدي سلامتك والله أنا أدعمك يلا يلا السؤال الأول إبراهيم أنت من وين؟ أنا من بلدية حجر بوسكي ولاد مستغانم أهلا وسهلا جب سهل إبراهيم أنت كم لغة بتحكي؟ أنا شغلنا نحكي بفرصحة عائلية ولا حاجة ولا بارك الله فيك أوكي اجتماعية أوكي كم عمرك؟ عمري هنا يا ما نطيش نحكي لك السر نبي علينا لك احكي عم بسألك يلا كم عمرك؟ نونو ميسيو ها؟ كلها أمور شخصية نونو ميسيو برايم قولها ما في مشكلة قولها حمزة يحكي لك شحال عندها من عام انا ما دخلني بحمزة انا عم بسألك كلك انت انا والله ما على بالي والله ما نطيق نقول لك لا قول لا ابي بري براي لك بسأل المتابعين حوالي براي بقول لها حوالي عندي ديزنافو بسأل المتابعين براي ديزنافو شحال بالعربية هي قلت لك ما نفهمش ديزنافو شحال بالعربية واحد يكتب لي داعش يجنبه هي 12 عنده 12 نعم وكيلو بطاطا كيلو بطاطا اوكي يلا عمره كيلو بطاطا يا جماعة ابراهيم نعم كم مرة حبيت بحياتك سؤال خطير سؤال في محل اروح بلينك اروح بلينك قلت لي حبيتك يا اخوي دار امك سمعت بلينك شو قالت لي والله بغلط اقسم بالله بغلط يا ابراهيم
اش قاعد تحكي لي انت؟ ما قلتليش خويا على خبر نيميرو تليفون وما خليتيهوش. اه هو بيحب واحد اسمه نعيط لك ما خليتليش نيميرو تليفون ماكش معول. ماكش معول صاحبي ما خليتليش. ماذا قلتي له؟ ابراهيم. واه. قلت لك حبيتك. هو قالت لي حبيتك ما سمعتش. لا قالت لك كم مرة حبيت في حياتك. لا راني نحب كل يوم انا ول. يقول لك حسبتني كارت ابو عقيده. يلا سما قمر حسبتني كارت ابو عقيده انا ول. زينب اسير مايا. قالت لك شحال حبيت من وحده في حياتك يعني قالت لك. رحم الله لا جامي حبيت. ميسا قالوا لها قالوا يحب ميسا كل التعليقات ميسا. براي امسح الكاميرا شو براي امسح اوكي وصلت. انت بتحب واحدة اسمها ميسا. امسح الكاميرا براي عشان تبان كويس. امسح الكاميرا براي امسح. ايش دير لايف ابراهيم جاهز حالك. انا مجهزت لك اسئله كثير قوي. امسح الكاميرا هيك امسح الكاميرا هيك. ودي عنده التليفون ابراهيم مسحوب كتات انت كسره مطلص على العاب هاك كتات انت كسره عندنا بكري مطلصين قام مطلصين خرجيك الطبيب وكتتي تاع الحنا كتتي تاع الحنا وكتتي تاع الحنا صايب راهي صايب كويس بزا حاجة يا ابني حاجة. مثل الآن تشوفيه مليح إبراهيم. أشوفك زين إبراهيم والله لك شباب صاحبي. ما حمزة متعيبش عليا. تسمعني إبراهيم متعيبش عليا. متعيبش عليا أودي اهدر مع المرأة اللي تسأل فيك طبيب طيحني بخيمتي انا ما تعيبش عليا حمزه. والله قلت لك تعطيني تجيك الطبيب مانيش عارف. ما تعيبش عليا. تعبيهم كامل شنو تعبيهم بك ثاني تاع الطبيب. مبروك العشرة. ولا كفو وصلت لي 10,000. يا خوتنا كبسوا لنا. عاود 10,000 عاود لنا التكبيسة. عاود لنا الابوني. انت شحال كفتي ابوني؟ حمزة سيد امو عشاق خطرة واحدة برك. من عشاقها خطرة قالت له اعطيني وردة. ضربته بصبعة عطاها جرو في يدها. والله يا خوتي حمزة مسكينة لا جامي غرس للوشة ولا غرس وردة. من غرس وردة خطرة تلبوه نصارى ويقول قال لهم بلي أنا حمزة سيد معطونيكم مصارى. عطاوه أركاس وقاعدين باللاع الفقوس البطيخ البطاطا الدنجالة. أودي اللي مش لي أبوني راكم 4,100. أودي اللي مش لي أبوني هنا يدلي أبوني. صافا كومو إيش كومو صافا إتوا كومو صيس كومو صيس. قال لهم احنا نطيبوا الغريس والتشكشوكة. قال لهم حنايا ما خصناش العشوشة. قال لهم روحوا قال لهم روحوا بعدوني بعيد. إبراهيم خلاص والله خلاص. وقيسونيش البحر. وما تجيبونيش مصنع الحديد. روح هو بيني وبيني ندير لايف بهذا. ابراهيم قول لهم يابونوني في هذا. كل يوم مع الكباري ليش يشرب الشرب مع نصارى. هي تبعوا حمزه سيد مو شرع يدير. كنت خاوتي ديروا لي ابونيكم 4,100 وغدوه نبداو نديروا اللايف في هذا. خاوتي اللي يبغيني يا سيد مو بوان شلف عندي 43,000 راهم كاينين اللي فو كونت اللي تسيبو هكا 43,000 ابونو خاوتي. داك نشوف شحال من واحد يزيد راكم 4,100 غدوه ان شاء الله نديرو بهذا. ها هايون يا اختي مسكينه اختي اليكس بالخف جات دات 1000 مسكينه تستاهل. شكرا والله. هيا ديروا لي هنايا هذا حسابي ثاني. اليكس غادي يقعدوا لي يكذبوا في حمزه. اليكس هذا حسابي ثاني راه ما اليكس ديفيني غدا ندير هنايا. ثواني او الجيريان عز ما يبين. ثواني طيب الشاشه تمام. اوكي يلا ضيفوني هنا. اسرائيل الباطل يقولوا والله ما نسيش نديرها.
ريفين هنا شوف سي دمو بوينشلف سي دمو بوينشلف يا جماعه الحساب الثاني كمان هو عجبك طلعوا لنا بلينك كتبوا بيها حمزه ولا ابراهيم يقولوا بنديروا بنديروا الفيديو بنولي ندير فيه الفيديو الحساب الثاني هيا ششرة اخوتي حبابي الكل يضيف بعض عن جد يعني شكرا وضيفوا داعمين كمان عندي قال لكم حمزه ديروا لي كعب ابراهيم عون حمزه من السريع عون فيه قولوا لي ابونو قولوا لي ابونو هيا ابونو خالتي ابونو ابونو مين كمان خالتي نبعث لكم الورد فيه وانتم ما ديروا لي ابوني داكور نبعث الورد به الو يونس صحيح شو قال لك هذا يونس بلينك لا لا خاطي الجيريان اختي العزيزه الجيريان العزيزه قاعد تعاوننا خاوتي نبعث الورد شو قال لك على كم القطاره اسمع برينك صالح راني خرجت ما ترجع عليهم ما ترجع عليهم لازم لازم يا جماعه لازم خاوتي يعني نبعث بيه في الوردة اللي زوم انا نبعث بيه في الوردة اي 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 خاوتي يا خاوتي اكم بتخلص الابوني سهلة بركوا عند الوردة جاع فلوس جاع فلوس شدوا يا جماعة حرام اي ما تخلوش يربح هنايا اي 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 اضربوا هاد اضربوا هاد الدور اضربوا هاد الدور اضربوا هاد الدور خاوتي يعني نبعث في الوردة قولوا لي ابوني ثم ماذا شوف شحال اي خاوتي يا خاوتي يا خاوتي يا خاوتي ابلينكا حرام حبيبي. حرام يدي تروح الفاضي ما زادوش كاع لي زابوني نبعث الوردة قولوا مرة يدخل الوردة ديروا ابوني ديما عندك خذنا ديروا ديروا كحزه يا خوتي يا خوتي على ليله القفاص يا جماعه لو شو يقول لك شحال زادت شحال كنت شحال كنت انا استعمل ابوني كنت 43 و7 فاصل لو يقول لك شحال راه هي هي خوتي يا خوتي يا خوتي يا خوتي يا خوتي اي 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 سلبك سلبك حقرونا يا ابراهيم ما يبغوناش ما يبغوناش ابراهيم شدوا بهالقلوب 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 شوف ابراهيم عنده عنده عند عند حمزه كفو موت عليك الجيريان العزيزه الغاليه يا جماعه ديفوا الداعمين ديفوا الداعمين هن كفو عن جد ديفوا ابراهيم ما بصير يقول لك راس راس ديفوا داعمين عندي وعند حمزه روق روق يلا 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 اهدرك والله العظيم اليكس اليكس لحظه وبعدين انطلق اليكس شو؟ يعني يريد يلعب دوري قبل ما يروح للرفوت قبل ما يروح للرفوت يلا قبل ما يروح للرفوت توه راح مع العروسه اسمع يلا يلا نلعب له راس راس اليكس بعدين نطلعك داكور اليكس تمام لا انا راح اسكر اصلا واذا بدك بكره اوكي انت بتحتاجيني ابعثي لي في المساج وبعثي لي كما تشاءين انت اختي تمام ماشي بس انا نلعب جوله واحده برك ما كاش تعز وش حمزه يلا واحده بلينك خليني نلعب له واحده ضرب والله هي السلام عليك حمزه اختي قلنا بشي يا اخوتي مرحبا بكم المذيعين عندنا جوله تعرف ان ابراهيم كمان اخي ابراهيم كمان اخيك ايه ابراهيم كمان اخي ما في مشكل ما في مشكل ما في مشكل يا عسلكم ان شاء الله ما في مشكل ماشي يلا سلامات اي يلا مع السلامه يلا شو حاجات ما زدتش كاع ما زدوش قال لي زابوني خاوتك كنتو تسخروا بيا 4000 ما كاش اللي دار ابوني